ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني النهارده بحرف جديد، هو حرف الشين. يلا نبدا. زي ما اتعلمنا مع بعض في كتابه الحروف، عندي نقطه البدايه والسطر. تعالوا نشوف مع بعض طريقه كتابه حرف الشين بشكله الصحيح. هبدأ من نقطة البداية ونمشي مع الأسهم ونركز كويس. تعالوا نشوف مع بعض حرف الشين. هبدأ من نقطة البداية، هنزل خط صغير لغاية السطر وألف، أمشي شوية وأطلع تاني لفوق، وألف أمشي شوية وأطلع تاني، وأنزل تحت السطر بنصف دائرة كبيرة وأطلع تاني فوق السطر. وما ننساش إن حرف الشين عنده 3 نقط من فوق. طب تعالوا مع بعض نشوف أصوات حرف الشين. شا، شي، شو. تاني شا، شي، شو. طب تعالوا نشوف مع بعض أشكال حرف الشين في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة. الشين في أول الكلمة زي كلمة برافو، كلمة شمس، شا شا شمس، ده شكل الشين في أول الكلمة. الشين في وسط الكلمة زي كلمة عشب، عشب، ده شكل الشين في وسط الكلمة. الشين في آخر الكلمة زي كلمة عش، عش، ده شكل الشين في آخر الكلمة. النشاط اللي معانا دلوقتي هو انطق وصل كل حرف بالصورة المناسبة. هيظهر عندي 3 أصوات مختلفة لحرف الشين، وهيظهر عندي كمان مجموعة من الأشكال. المفروض نوصل كل شكل بالصوت الصحيح. تعالوا نشوف مع بعض شا، شي، شو. طب تعالوا نشوف الأشكال. شاطرين. طب تفتكروا إيه من الأشكال دي بيبدأ بصوت شا؟ برافو. شبكة، شا، شبكة. ايه كمان بيبدأ بصوت شا؟ برافو. شمس. طب ايه كمان بيبدأ بصوت شا؟ مفيش. شاطرين. طب تعالوا نشوف ايه اللي بيبدأ بصوت شي. شراع. ايه كمان بيبدأ بصوت شي؟ برافو. شبل. طب تفتكروا ايه من الاشكال دي بيبدأ بصوت شو؟ شعلة. شو؟ شباك. برافو عليكم. النشاط اللي معانا دلوقتي هو حدد الصور المتشابهة في الصوت الأول. هيظهر عندي أصوات مختلفة لحرف الشين، وهيظهر برضو مجموعة من الصور. المفروض نختار الصور اللي بتبدأ بنفس الصوت. تعالوا نشوف كده مع بعض. شا، شي، شو. دي كده أصوات الشين. طب تعالوا نختار بقى يا ترى إيه من الأشكال دي بيبدأ بصوت شا. برافو. شا، شعر. إيه كمان؟ شا، شوكة. إيه كمان؟ برافو. شا، شمع. طب إيه من الصور دي بيبدأ بصوت شي؟ شاطرين. شي، شبل. شي، شتاء. شي، برافو. شراع. طب تفتكروا ايه من الصور بيبدأ بصوت شو؟ شباك. برافو. شو، شعلة. شاطرين. النشاط اللي معانا دلوقتي هو انطق وارسم دائرة حول حرف الشين المناسب. هيظهر عندي كلمة وهيظهر عندي أشكال مختلفة لحرف الشين، كان في أول الكلمة بقى أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة. المفروض نركز ونشوف حرف الشين في موضع الكلمة هيبقى في أول الكلمة ولا وسط ولا آخر الكلمة، ونختار على أساسه الشين المناسبة. تعالوا نشوف كده أول مثال. كلمة عش، عش،
يا ترى حرف الشين في كلمة عش في أي موضع في الكلمة؟ أول الكلمة ولا وسط الكلمة ولا آخر الكلمة؟ برافو، هنضع دائرة على شكل الشين في آخر الكلمة. المثال اللي بعد كده، شجر، شا شا شجر، هختار يا ترى أي شكل من الشين؟ برافو، هنختار الشين في أول الكلمة. المثال اللي بعد كده، عشب، عشب، يا ترى الشين هيبقى في أي شكل هنختاره؟ برافو، الشين في وسط الكلمة. المثال اللي بعد كده، شمس، شا شمس، يا ترى الشين في أي موضع في الكلمة؟ برافو، في أول الكلمة هنختار الشين بشكلها في أول الكلمة. المثال اللي بعد كده، شبل، شي شبل، يا ترى هنختار أي شكل من الشين؟ برافو، الشين في أول الكلمة. شاطرين. دلوقتي معانا نشاط اكتب الحرف الأول مع الضبط. هيظهر عندي مجموعة من الصور، تحت كل صورة الحرف اللي بتبدأ به الصورة، والمفروض نضع الحركة المناسبة، فتحة أم كسرة أم ضمة. تعالوا نشوف مع بعض أول مثال، شبل، شي شي شبل، يا ترى ده صوت ايه؟ شاطرين، شين كسرة. المثال اللي بعد كده، شمع، شا شا شمع، يا ترى سمعنا صوت ايه؟ برافو، شين عليها فتحة. المثال الأخير، شباك، شو شو شباك، يا ترى الشين هيبقى عليها ايه؟ برافو، الشين هيبقى عليها ضمة. شاطرين. النشاط اللي معانا دلوقتي هو اكتب الكلمات التي رأيتها. تعالوا نشوف مع بعض اول مثال، دي صورة شمس، شمس، المفروض نفكر مع بعض ونختار الحروف المكونة لكلمة شمس. اسمعوا كده معايا، شا شا، ده صوت حرف، برافو، الشين، شا م م م، ده صوت حرف، الميم، برافو، شا م س س، صوت حرف، السين. طب تعالوا ندمج الحروف دي مع بعض عشان نكون كلمة شمس. تعالوا نكتب مع بعض كلمة شمس. برافو، احنا كده كتبنا مع بعض كلمة شمس. المثال اللي بعد كده، شاربة، نسمع مع بعض الحروف المكونة لكلمة شاربة، شا شا، ده صوت حرف، الشين، برافو، شا ري ري، ده صوت حرف، الراء، برافو، شا ري با با، ده صوت حرف، الباء. طب تعالوا مع بعض ندمج الحروف دي عشان نكون كلمة شاربة. تعالوا نكتب كلمة شاربة، برافو عليك. المثال اللي بعد كده، دي صورة جحش. طب تعالوا نسمع الأصوات المكونة لكلمة جحش، جا جا، ده صوت حرف، الجيم، شاطرين، جا ح ح، ده صوت حرف، الحاء، برافو، جا ح ش ش، صوت حرف، الشين. طب تعالوا ندمج مع بعض الحروف دي ونكتب كلمة جحش. شاطرين، يبقى احنا كده كتبنا مع بعض كلمة جحش. وبكده يبقى احنا رجعنا مع بعض النهاردة حرف الشين وحلينا التدريبات الخاصة بيه. اشوفكم مرة تانية مع حرف جديد وتدريبات جديدة. باي باي.